تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. قضية اللحوم عندنا، يعني كان عندنا المنتشر بين المسلمين أنهم أن اللحم يعني يبحثون عن اللحم الحلال. نعم. طيب، فهؤلاء يعني وجدوا بعض الفتاوى كالشيخ ابن باز ولا الشيخ العثيمين رحمه الله الجميع، فالتي يقولون فيها أن الإنسان ليس عليه أن يبحث، بل الأصل أن هؤلاء الكتاب وأن لحمهم جائز، فيستغلون هذه الفتاوى وقالوا للناس، وهذا في دروس عامة أمام العوام وصارت مشاكل في الناس، لأنهم كانوا متيقنين بأن اللحم ليس بحلال أصلا في فرنسا، فصار يقولون لهم هكذا بالحرف: اذهبوا إلى المطاعم الفرنسية وكلوا فيها مطلقا آه. حتى قالوا لهم الاسم، قال بعضهم قال معروف عندكم الماكدونالد، معروف يعني. هكذا قالوا: اذهبوا إلى الماكدونالد وكلوا فيه بدون تحفظ ولا شيء. يعني ما أعوذ بالله من الخذلان، هذا من الخذلان. الناس مستقيمة على أمر الله يبحثون عن الحلال، ليش تجي تصرفهم؟ لماذا تصرفهم؟ هذا من عدم الفقه ومن الرعونة في الفهم، نعوذ بالله. الآن الناس تبحث عن الحلال وعن البعيد عن الشبهة، ها؟ أنت تأتي تفت من عضدهم بحيث أنهم لا يبحثون عن الحلال ولا يذهبون إليه، هذا أمر، فخذلتهم عن الانتصار للحق والتزامه. الأمر الثاني، لو قلنا نعم ذبائح الكتاب جائزة، جائز أكلها، ليس واجب أكلها، ها؟ هذا أمر. الأمر الثالث، بارك الله فيك، هذا في من علم أنه من أهل الكتاب، أما وأنه اتخذ فيه الملاحدة وغيرهم والبوذيين والهندوك والمجوس مقلبة ومخلطة، هل تجزم أن صاحب هذا المحل أنه من أهل الكتاب؟ ما تستطيع، كونه في فرنسا لا يعني، صحيح؟ نعم. بارك الله فيك. فهنا الاحتياط يجب أن يكون، هنا الاحتياط واجب. من علمت أنه من أهل الكتاب ولم أعرف كيف ذبح فلا حرج من أكل ذبيحتي لو سألني سائل، لكني لو علمت أنه من أهل الكتاب وذبح ذبحا غير شرعيا لا يجوز، نعم لا يجوز، أو لم يذبحها أصلا، واضح إن كانت ذبيحة مصعوقة واضحة برأسها بكامل، ما يجوز تأكلها لو كان مسلم هذا اللي فاعلها هنا في المدينة وفي مكة. من علم أنه لم يذبح ذبحا شرعيا لا يجوز أكل ذبيحته ولو كان مسلما، ما هو أهل الكتاب، لو بجوار الحرم المكي. يعني لماذا البحث عن مثل هذا، والناس الحمد لله تريد تبحث عن دينها وعما يستقيم في أمر دينها، هذا يجي فت في عضدهم، روحوا كلوا من مكذا وروحوا كلوا، أخشى أن يكون عنده سهم في هذا المحل. الله أسأل الله العافية.